معكم مجموعة، معكم ترى مريان من مجموعة الوطن. نكمل فاندمنتال اوف سينك بروسيجر المجوي، وبنفس الوقت نسمح بانه الجرح يتخاوى والجرح يتخاوى ويشفى ويصح. وكمان بنفس الوقت بدنا اذا في عندنا نوقف النزيف نعمل كومبريشن على نعمل بريشر على الجرح الدريسنج في حال كان في نزيف. وكمان ان كيس اوف بدنا نحط اني ميديكيشن كريم كمان بنحطهم على الجرح بالدريسنج. والهدف من الدريسنج اوسو تحمي الجرح من اي تروما، من اي ضربه خارجيه، من اي شيء ممكن يسبب زيد الجرح تأزما، يعني أي ضربة، أي غبرة، أي ميكروبات أو غبرة أو تراب من برا. هذا الهدف من الجرح، من تسكير الجرح دراسين. هلأ الإكويبمنت اللي بتصير في الميل دراسين هني أكيد منا نحضر الشاديو التريلر، بيكون عليها ماتيريالز اللي هو الدرا، اللي هني الكلام، اللي هني الجوز، اللي هني الانتيسبتيك، البيتادين، حسب في بيتادين في كذا نوع انتيسبتيك حسب الحكيم شو بيقرر. واكيد نحن ما بنعمل دريسنج اذا الدكتور ما بيقلنا نعمله، بدنا فيزيشن اوردر ان ذات كيس. وبنفس الوقت كمان انه بدنا نفسر للبيشنت اول ما نفوت لعنده شو البروسيجرز بدنا نعمله، لانه اول قبل ما نحطه بنقول له بنخبره انه عندك دريسنج بدنا نعمل لك اياه، لانه بس سدنلي اذا فتنا عند البيشنت، البيشنت بده يحس حاله بده يخاف. سو بده يحطه بالجو، بده يقول له اي شود تيل هيم انه انا اي ام غانا ميك دريسنج، بضيف لك جرحك وارجع بعدين اخذ الشريو لعند البيشنت. كمان بدنا نزيد على قصة الجوز أما الدريسنج. كمان في أوقات بنحط ميديكيشن أنستيزيا أما ميديكيشن عند البيشنت كمان، بس نرجع منذكر we don't have the right to cut إلا إذا الووند مثلا، إذا بنعمل الووند درينج أوكي، إذا بدنا ننظف الووند من أي شيء سكريشن، بس I don't have the right to cut إني شيل أي اي نيكروتيك تيشوز بقدر انا شيله بالكمبرس بالجوز كانورس، بس اني انا قص ما باخذ الاوردر الا من البيشنت الا من الدكتور. هاف ذا رايت تو كات. الاشياء اللي بدها تكون موجوده عندنا بقلب الدريسنج مثل ما قلنا، اول شيء ستيرل جلوفز، نطلع هي ستيرل جلوفز، يكون عندنا كفوف مطهره، يكون عندنا شاش مطهر، بده يكون عندنا كمان disposable gloves، يعني الكفوف اللي بتكون مش سترات، مش سترية، بتكون كفوف عادية، بلاستيك باد لنحط نزف الأشياء فيها، والواتر بروف ما كنتش احنا قلنا ما كنتش نقول مشان ما بدنا
كمان نستعمله تلزيق وسيرجيكال بادز كمان في كومبريس اما جوز اما شيش بكون طبي. اسيتون ريموفر، ليش الاسيتون؟ الاسيتون اوقات وقت انا بدي اغير دريسنج على بيشنت التلزيق بيكون ملزق التلزيق، اوقات عندنا الميكروبور بيعطي مثل كمخه حوالي الجرح هون حوالي بيجي كمخه هون شيل الزايد على الجحنة مش بحط الأسيتون على سو هلا لكينا والنورمال سالاين مثل ما قلنا والبيتادين هو الأشياء اللي نحنا منعوزهم بالدريسنج. فيرست لكينا البروسيجرز، أول شيء أنا بدي فوت عند البيشنت. سو أنا مثل ما قلنا الأشياء اللي أنا بديها في الدريسنج هن الأشياء بحضرها، قلنا الجلوفز، الشيش، التيب، البانس، القنص، كل السبب كل السل اللي يكونوا إذا بدي لامب سوري يعني هي مثل لامب سوري لامب تيجي شفرة، إذا بدي قطب الديبانس، بيتاتين، نورمال سالاين، قلنا أسيتون. أسيتون ليش؟ لأنه أحاول الجرح أو الجزئ ممكن تقليني لأن مجرد إن أنا أحط الشارع عند البيشن بدون ما أحط الجبر ما أدري شو بدي شو بيعمل، يعني بيكون بيعمل قليل. سو أنا مسير الحكيم طلب مني إنه يغير الجرحة، فمن هيك أنا بغير الجرحة بشوف قايل برجع لعند. سو بمسك أنا الشارع بحط على الشارع أكيد الثاني الثاني والنقط الثاني، وبنسوا إنه شارب هي تومعي بقولة في مقرسي ما بيهم مهم لأنه شارب تكون بدأيد عليها كل شيء بخص البيشن. هلا فوت أنا بالشابيو عن البيشن أكيد بسكر البيت بكون ضحرة كدايتي وبقول إذا في بيشن تاني بدي أحط أنا باراغون حاجز بيني وبيني. أكيد أنا وعم بحكي مع البيشن عن جرحه ما بجرب أسمع فيني أحكي ليه، لأنه ممكن الفيشن الثاني يبقى فيني وصير في غلطات فيني في هذا الجرح مشكوه هذا مريض هذا مش معروف ليه عاطينا حده جالسين حده. ففي أفكار الفيشن الثاني إذا أنتوا كل مسؤولية دي مثلا جرحك شوي معمر أو مكتئب الفيشن الثاني بيعمل بانيك كمان. أي شيء بخص السبيل بروفيشنال وشريك المهني حتى نهاية المهنة. سو بجب أنا الشابلو وفوت أنا عند البيشنت وبعدين أنا بدي أحطه بقول له بدنا نغير الجرحة أكيد البيشنت بتقوم لعنا كاميرا لا مع البيشنت يلا رح أفتح كاميرا لأنه هلا بده يكون عندنا أوكي. بتمنى يكونوا حاضرين معنا إذا كان الكاميرا واضحة. So in that case هلا أنا عندي patient إحنا نعتبر إنه إحنا أعرض شنو بس إنه تحط الشربوني هلا رح نحط احنا رح نعتبر انه الفيشن عنده جرح على صدره كما بنقدر نقشع بيكون جرح بالرقبه بيكون بالصدر بيكون بالجرح وين ما كان بس نحن بدنا نسير جرح على صدره فبنقدر نقول لك شو بتعمل. هلا الفيشن اول شيء ما انا مقعده هلا اهم راحه للفيشن لما نعمل جرح بيكون نايم
على طول البيشنت ايه ما تخلوش شو ما يكون الجرح تبعه ما تخلوش الا اذا هو اثر حقه بس بنفضل انه ما تشوف لانه بصير لا هيدي هون حمرا لا هيدي هون صفرا لا اعشاب كثيره الافضل انه تنام على ظهرك وريح حالك كون ريلاكس هيدي اول شغله البيشنت رجع لك بتدرو انه بتوصل انه شو رح تبقى بتدرو انه ما في صوره So, هلا انا البيشنت هون بدي اعتبر الجرح تنقول على مستوى الرقبه اوكي اذا في حدا عنده عمل غدي بدي اول شيء رجع له راسه بشكل ما عليه راسه كذا اذا عنده غدي فيني كثير شغل بالغلط كمان البيشنت بتكون هي اعضاء جسمه اذا كان المعده والمعده والبطن ما رح نيمه على الاخر شد له القطب اللي بدي نيمه مسترجي كل جزء بالجسم بدلني على مطرح العمل هلا احنا نعتبر انه هو عنده جزئين بدي اقول له خليك قاعد عادي علي رقبتك 100 فيت على راحتك هو بيقول لي انا ما فيني شد القطب عم يشد هو لحاله بس هو هلا الشابيو انا بدي يكون حدي انا الشابيو نعتبر انه في الرسم هون انا في حال يكون عندي الرسم حد التمويل بدي يكون انا على يمين البيشنت لانه مستحكم اكثر اذا جرح على الشمال بضطر على الشمال بس الافضل اكثر في الاوقات اوقف على يمين البيشنت لان انا بكون مسيطره اكثر على مي يعني بكون ماي في الشمال بكون في بحس في ضعف اذا في بحيث احسن بكون انا مسيطره اكثر على البوزيشن تبع البيشنت هلا بدي يكون عندي انا الدريسنج اول شيء البيشنت بدنا نعلم الوجود بيكون كثير وقت بدنا نعلم بنشرحه بنعلم عن صدره حتى لو كان عم بقدر نشرح بنفسه لمستقل مسافه كثير بعيده عن الجرح تقريبا مسافه كبيره يعني بتكون تحسب شبران حتى اكثر من شبران بكل مطرح ميل من الجرح لانه الجرح ممكن انه كذا نحط بلاتين نحط ايوسين نحط اي شيء عم يسبب ممكن نشوفه فقد ما فينا انه نشرح الطريق امامكم نوسع كثير عن الشرح. هلا ثاني شيء بنجيب الالات الماكنتوش بنحطها تحت البيشنت، ليش نحطها تحت البيشنت؟ لانه هي شوي بتقل. بنفس الوقت بشيل الالات النايلون ثاني بتجي البيضاء بحطها انا تحت صدر البيشنت لانه انا بتكون تمام كثير على الجسم. بالنسبه للبانسمون هلا البانس انا ما بدي دق شيء انا بفتح ايديكي بكل على رواق مش عم بشيل البانسمون على الجميعها كيف بتكون عم تشوف الكومبريس بس هلا من بعد ما انا بتعز الكومبريس بالبانس بالاخر بالبانس ما بنضبط ايديكي بدنا نعتبر هلا اليوم رح نضبط ايدينا بس ما بنضبط ايديكي افضل بالمستشفيات انه نطفوا في البلاتو الباس بدون ظهر يكون ملقى خصوصي والبورتور يعني في عنده روتين بورتي كبير هي روتين هي البرد بيكون صوت الشفرة اللي فيها كله بيكون عندي قصم قصم حاضر انا حاضرة الظهر سو وقت انا بدي الطريقة اللي بدي امسك انا بالبصمه تنظيف الشرح بدي انا لف الشاشه بالمقص بالباس 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 العميل مثلا بشيل بالقطن ومرجع بذكركم وقت انا بدي احط دواء دواء بدي احط اول زكي بتكون بالبوبال برجع بحط على الشاشه يعني انا بالنسبه لإلي اول زكي ممكن يكون كلها من فوق بعصر اول عصر بالاريكو اما الكدني تري اما بالكوبال بس الافضل اذا عندكم اركب بالاريكو حتكون بعصر اول عصره من البيتادين بالكدني تري برجع العصره الثانيه بدي احطها على الشاشه ولما بهالشيء بالبيت الشمس
حتى على الشاشه حتى حبيت هلا. ودي انا الجرح بدي نطفه، انا معي هلا الشاشه مع الكمبيوتر، الجرح بدي نطفه، انا بدي نطف من بعيد للقريب من المشوي للنظيف، بدك نضيف للمشوي، نضيف للمشوي، يعني انا ما خسرت اذا كان قريب مشوي بلش من بعيد، يعني هو الاهم انه يكون عندي بلش نضيف للمشوي. هيدي اخذ وعر هلا نضيف للمشوي، يعني اما اذا كان كله جرح مثل ما ايده مشويه بلش من بعيد. إذا جرح خدي في دم، دم الأسود وين يكبر؟ لنقول في هون على الطرف بلش من بيت القطب، يعني على القطب أكيد على القطب، أنا بدي نقص القطب، أنا القطب بتحمي برات الشرح القطب لأنه هي من غرزة ريجي بوردونتي، يعني الفتحة اللي بتخلي البكتيريا تفوت، وقت ما فيني بدي نقص. برجع بقول كونسنتريتور دائري راوند موفمنت بجي على القطب، بلش بالقطب مش بالرأس، بالقطب لون سيركولاتوري سيركولاتوري. إذا لقيت الجرح كثير طويل كب الشاشة وارجع حط الشاشة الثانية وحط عليها بالتدين، كمان كمل من محل ما وقفت، ما تبلش من اول ما بلشت، لانه كما قالوا الميكروبات اللي بيكونوا بالاول اخذهم بشرفهم معي، لانه لو انا عم طهر بعطي ميكروبات على محل الدواء يعطي مفعول علي. سو محل ما انا بكون كملت تمرينات بنفس الوقت انا كمل من نص تنقول برجع كمل روتيشن روتيشن سيكولاتوري موفمنت لاوصل للطرف. هيدي تبقى برجع وحده ثانيه أمير عسماني، أوكي، بس شو سلالة كم بقيسة أم بقيسة عم تقرأ بعدها، بس بقيت سلالة. شيل أنا الشاشة عن جديد وركبت عليها، هلا شو بعمل؟ بعمل سيركولاتوري موفمنت برات الشرح، بالطول تبع الشرح، يعني من فوق سيركولاتوري موفمنت، ليش؟ لأن أنا بحاول الشرح كله يكون فيه. أنا ببلش الشرح بالقطر، سيركولاتوري موفمنت وخلص بغير الشاشة، بفتح الشاشة الثانية، برجع بعمل سيركولاتوري موفمنت أب فوق الشرح. برجع بقلكم فوق الشرح إذا مش بلش من تحت الشرح. نضيف للمشوي، يعني أنا إذا كيف من فوق نضيف بلش من فوق، إذا كيف من تحت نضيف بلش من تحت، لأنه بهمني المحل نضيف المحل المشوي، بعمل سيركولاتوري موفمنت، برجع كب بعمل شيء جديد وخليها بتدين، كمان بعمل سيركولاتوري موفمنت من فوق، يعني عندي خط القطب، عندي الخط الفوقاني له شاشة مع بتدين، برجع الخط التحتاني له شاشة مع بتدين. هيك بكون انا شو ثبتت الميكروبات وقتلت الفينيهات بنفس الوقت، جربت نقعتهم بتدين كامل. هلا فيك تضغطي بشكل شوي اذا لقيتي في دم مثل شو بتعملي تفركي تفركي سلو سلو، يعني قد ما فيك تشيل الدم الميت بس مش نفرك بشكل مبدل بالضبط، مو سيركولاتوري موفمنت قد ما فيني شيل معي بالكمبرس دم الميت. هلا الخطوه الثانيه، هلا مثل ما حطينا بالتدريب، الخطوه الثانيه كمان برجع بشيل الشاشه برجع بالطريقه بحطها بالكمبرس بالباس بحط نورمال صلاة. ليه؟ لأنه أنا بدي أشيل البيتاتين، البيتاتين هو النوع اللي بيحرق اللي مادة بتحرق، يعني إذا دلت مع الوقت بتسوى دلت بتصير القشرة بتقشر، الواحد بحكي بتصير قشر بتصير مثل الحية اللي بتصير الحية، فكل هيك البيتاتين أحسن شيء بس نفس الوقت أقوى شيء بس نفس الوقت شوي بيحرق. سو شيل الشاشة حط عليها كمان زيت الموفمنت لعبته، اني انا بعمل سيل، انا في عيني بعمل وقت كثير كمان سيركولاتوري موفمنت، ما برجع خلص انا مرات هالطريق ما بقى ارجع لك، بدي ارجع كيف ما نظفت مضبوط
بدي انظف مره ثانيه بجيب كب الشاشه بالكوبايه انا بالاريكو برجع بشيل الشاشه الثانيه كمان سيركلاتي موفمنت سيركلاتي موفمنت عم نحكي بلاتين الشاشة الثانية بعمل كمان موفمنت ثاني لون فوق مثل ما عملت خطوين بالنورمال سبعين وبتم برجع بجيب الشاشة الثالثة كمان من تحت نورمال سبعين غير أي أجهزة كمان زي الخطوة الثالثة كمان على الشاشة. مرها مرح مرح مش حقدر
ثبت مضبوط العصر بياخذ بالقدس بالطهرة لما بالباس بشيله بصير ادهن او بشيل بالكمبريس بصير ادهن له برجع بشيل الشيشه ممنوع منع الدم بصير بالدم هيدي ضد الرعب بشيل انا البيشن بعد ما اخلص اكيد بشيل الرعب بحطهم لان حطيته على الثاني وحطيته كذا شغله فبقول له للبيشن بشيل الرعب وبلبسه وجلس قعدته بشيل البراغون بشيل الفوق نظف كل شيء بالشيء عندي بالتراش باك بالنيلون باك دغري ما بطلع من عند البيشن انا شغله عندي الكمبرس بالاريكو وهيدي الشاشة اللي بدي اقبل ما اطلع من عند البيشن كل شيء فيه بالفلاش بحطه بالفلاش كل شيء بده بطير بحطه بده بطير بشيل الجلاس بطهر ايدي دغري بطلع الشغل بدي انا بطلع الشغل داير فيه بس حطه بمحل الشيء هيدا الشابيو انا كلمه والشابيو مصدر التهاب سو غسل ايدي بتجي الصنيان اما انا عملي لي اللي بدي تساعدي اما انا الاشياء اللي بدها تنحط كثير المقص الفانس الاشياء اللي بدها الحديديه بدها تروح للاقبلات الحد منطقه الاقبلات والشغل عندي اكيد بالتاكل ستاك برشه وبمسحه كله بمطهر بروح على السيرفيس عند النيرس الهيد نيرس وبقول لها انه انا عملت البونسمون بدي اكتب ذات مثلا عملت بدي اقول للنيرس انا عملت البونسمون لهالبيشن البونسمون جرحه نظيف ما في دم ما في ورم ما في التهابات ما في نز ما في عمل بصرته مسكره مريض مرتاح مش موجوع مريض موجوع I should mention everything abnormal normal يعني ما فينا الا جرحه نظيف طب انا النيرس بهمة تشوف اذا القطب مفتقين بدي انا افسر لك مهما تشوف اذا نزلت نتفي الدم اما نزلت في المحور شنطه جرحى ما في دم في بحكي عن القطب بحكي عن الجرح بحكي عن اللون بحكي عن الريحه شوف انا شو طلع من الشاشه القديمه بس فتحتها ما لو عندي جرح فتحته وبعد كده رجعت للقطب I should mention everything to the head nurse and he should mention that to the doctor والحكيم الحكيم كمان مثلا نقول له جرح تمام حكيم جرحه ما في نقطة بالتأمين، أفضل من محلهم، نظاف، ما في ناس، ما في عمل، برجع أكتب من على الشارع، بوم. أي كويستشن؟ إذا فينا خراج في شيء بنص عمل، لا بدنا نطفي. إذا ما بنص. إذا ما أهم أنا بنظف وبسكر ودغري بنقول هالخبريه للحكيم زلمه إيه أنا ما فيني ما بقدر لا أكتب ولا فيني بده يجي الحكيم بيطلع بشوف القطبة هو اللي بده يكتب هو اللي بحط لها مسافر بساعدها مسافر وعلى الكتب مش أنا غيرها بس ممكن تخلص كل شيء للمسافر وبعدين أكيد بتطلعي خلصت من دروبك وحطيت أغراضك بالمحل الجاي أنا بقول لحالي كنا سوا على الدروب ليتها صار تايه بنقعد على اللوك بقعد على السرعة شاب شو بكتب 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 خلص اوكي هلا ليش نحن جبنا الاسيتون ليش عم بدنا نجيبكم سيره الاسيتون الاسيتون نحن ليش ايه لانه اوقات في عندكم ميكروفون بيقول التيك بيكون على البيشنت او ايه على العرق جاي في البيشنت لازم يعمل في الباتكس هو المنع على العرق بحيث ان تصير بحطه بس تعمل ستانفرازن فودرا اما بغيرها البروتوكول ايه التيك اللي هي الادسل بس ايه عادة بس يبقى 24 ساعة او الجرح عادة 24 ساعة 24 ساعة بالعمل بس في فقط ما بتقول لك بس انا كانرز نورمالي كانرز لازم كل يوم نفتح الشرح في المنطقه لانه على 24 ساعه اوريدي بسويلكم المصل على 24 ساعه بيعطي كلمه كمان الجرح على 24 ساعه
على 24 ساعة بنسميه معمل. هلا الاسيتون بس انا اشيل الكلسي وقبل ما بلش الباسمون والمايلان بعد ما ارتفض الشرح ما بقى فيني اتحصل الكلسي محل بس شيل انا الباسمون وبلش لان بعد ما انا عم شيل بقشة مش مطهرة بلش حب الاسيتون كومبريس محل الكلسي اللي بقى يعني هو هذا التنسيق جايهم الشرح وانا لزقت المسافه كبيره بس ملعته ملزقه نزلت في اسيتون محل التنسيق البيضاء اذا في امبول او مي او مشروطه شيء في مكان الرجي انا هون ما بنزل في اسيتون انا بالعكس بالنورمال سلايد بقدر عليه بالنورمال سلايد بدك تخليهم خليهم لانه بعدين بالاخر بس صح الشرح المريض هو بس يتحمل ويتنظفهم سو خليهم نفس الوقت إذا في حالة في أمبول أما عين الألرجي أما إيه بقى الشغل مع البانسمون أنا هنقول نكتب إيوزين باللي الحق إن أكتب إيوزين أتذكر أنا إيوزين ما يكتب لكم دولة هاي اللي عم نحكي عنها هاي اللي بدك تشوفيه بدك تشيلي ما في مهرب بس شوي شوي يعني كأنه الصبايا يعملوا إشي هيك نسوية شوي شوي عم تتأبريج وتنسي يعني هيك بدك تتعاملي مع شنو التدريبش ما في تتردي بالعكس إذا رتبتي تنسي لذة أكثر أنت هو ليشن هو ليش لذة لذة لأنه مرطب من العرق من العرق من العرق لا فيكي بالوزن فيكي بالوزن مش غلط بس بالأهم شيء بعرفينا بالوزن إذا دفن بيكم أي أكلام بيكم بس خلينا نشتغل مطهر ما نفوت إشياء الوزن تكون فيها أراوية تكون فيها كارفينات تكون فيها الدون تكون هلا هون بنكون خلصنا اكسجين انهيليشن رح اخذ بس انا 10 دقائق ارجع بس 10 minutes هلا رح نكمل الكورسز ما بلشنا هلا رح نكمل الكورسز اخذنا بريك 10 مينتس رح نكمل الكورسز هلا بدنا نحكي عن عن الاكسجينو ثيرابي اللي هي السبورت اكسجين سبورت انهيليشن هي هيك اسمها سبلاينج اكسجين انهيليشن انا وقت المريض كيف بدي اعطي الاكسجين هيدي الأكسجين مش بس إنه نقدر ليش بدها بيكون كل دوره مثلاً ليش بدها قلنا كل بعدين الأكسجين لا أنتوا بتعرفوا كتير منيح إنه الأكسجين العالي ممكن يقطع أكثر من كده بس تكونوا بالسيارة نبدو راسكم من السيارة أنت عم تشهد على الأكسجين حارج ما بتيجي حاطن تلاقته لأنه بالنسبة للراس الجسم أخذ أكسجين زيادة من الهواء الأمر من الجسم بيسمن حتى بيسمن الجسم so, أنا يعني الأكسجين ما تقول إنه الأكسجين كتير مهم إنه وقت بدي أعطيه للجسم أول شيء أي كيس أنا بعطي الأكسجين أول شيء إذا كان عندي مريض عنده ديسمي عنده ضيق نفس جهد النفس إذا كان عنده ربو إذا كان في حال عنده بيبس أو صحية مزمنة هو إذا بيت يسموها بيبس أو برونكو بنموني أوبسكتيف كرونيك يعني يكون عنده تقطع رواية مزمنة يعني طول عمره أعلم بروتا أنا عم بكتب أكسجين بيمشوا فيها هو العصب تبع الرواية اللي بيعطوا الأكسجين هو العصب ما بيقدر يفتح
يعني الامر لا روايه هيدا من عنده تطبق للرواية مزمن بيكون طلقي وبيكون شيء اكسيدان وبيكون الكوفيد وبيكون ضرب عصب وبيكون الشلل ممكن يكون الدخان هيدا اكثر شيء اللي الدخان ما بيكون على العالم بتقول له معنى يا معلم الدخان مظبوط يا معلم ما بيكون من الدخان بس الدخان اول شيء يعني كان واحد حادث حيكون يعني ممكن ما يكون الدخان بس ليش انا بدي خاطر وحتى السمك سو لكن ممكن يكون من اي اسباب انه المريض عنده برونكوبنومونيا اما يكون عنده تطبق الرئوي هلا مش الاساسيه انه بدي يكون انا اعرف كيف اعطي الاكسجين والديتوس الى دراسه اول مرحله بدي اروح عند الفيزيشن بغير الاكسجين في مفقود عند المريض بتقرب من الاكسجين لانه البيشنت او ايه اذا بحط 2 ملل بخففت الاكسجين ليك شو فافتحوا فكر بكون البيشنت او ايه الجانب اللي ينفعه ما تنسوا انه هو نيس مش كله دايركت ولا درس هلا البيشنت عنده شغل الاكسجين وعنده واهلي كمان الاكسجين هو شيء مش عارفين انه الاوفر بيأذي والداون بيأذي. سو ان ذات كيس انا اول شيء بياخذ الفيزيشن اوردر حسب الفيزيشن اوردر فود حط ثاني شيء انا مثلا فممكن يكون عندنا سورسز وحده حدنا بتروحوا على البيوت بتحطوها على البيت او ممكن سورسز اللي بتكون بالمستشفيات انا بيجي بالمستشفيات في مرتين بطريقه كثير خاصه بكثير تو موصوله على البيت هلا طريقه اعطاء الاكسجين اول شغله هيدي السورس يعني المعلومات اما اللي بتعلم قديش كميه الاكسجين في المعلومات يعني قله الضغط يعني الساعه كوتش ساعة تبعيد الضغط تبعيد الأكسجين بتكون عندكم ساعة بالمستشفيات ساعة حضروا ساعة حرك ما تاخذوا ألمين نحن عم نحكي إنه الساعتين حد بعضهم فوق راس البيشنت فوق راس البيشنت بتكون وحدة لا تعطي أسبيريشن للشفط لنشفط والثانية لا تعطي أكسجين هي تعطي الساعة تبعيد الأكسجين بتطلق بتعلق ساعة حديد بتعلق مع تيجي البوز تبع مليمتري تشوف قديش بيكون واحد اثنين ثلاثة أربعة مليمتري قديش كمية الأكسجين الموجودة أنا هيدي بدي أفتحها ساعة بفتحها بفتحها البولة بتطلع بتحط على الواحد بتطلع على الواحد اثنين ونبدا اثنين لا أنا بفتح ساعة ساعة بتفتح كيف بتحس بساعة الغاز؟ ساعة الغاز بكون عندها ساعة مخطوطة بقلب الحيط وبتكون عندها برمة هي هيدي الساعة بتبس بالمواقف على الواحد على ثبتي بالحيط
هلا لكن اول شيء فيرست بدنا نفوت عند البيشن هاي اول شيء الادوات الاكسجين هن يا بتكون تيوب اما بتكون في تيوب نزل بتكون بقلب السنجان مسوف الليل او بتكون ماسك العادي تبع الاكسجين اللي بيعطيكم الحكي او بيكون لونيت لونيت بيجي بوكتيل بتيجي وحده من العوادم بيجي بوكتيل بس بيجي من حاله وفي عدة طرق للأكسجين تشتغلوا يكون بس نحن هودي الأكثر موجودون هون بحدي يعني يكونوا لونيت بيجي عوينين بيجي بوكتيل هيك مشان تفوتوا المحاضر ورا الراس من شفته يا بيكون الماسك بيجي بالمخ. انا عند البيشنت اول شيء البيشنت لازم اذا واعد واذا مرتاح انا بدي اول اذا ما بقوش بدي اعطي دواء. اذا جيعان بدي طعمي. يعني الاكسجين مش ضروري بعد الاكسجين يكون ميت ان شاء الله لانه هذا البيشنت نورمال طبيعي. نحن عم نحكي عن البيشنت بالانتنسيف كير مع الـ NG tube مع نحن عم نحكي عن شيء قصة الـ NG tube يعني بين المفاعل وبين النرجس وبين يعني نحن عم نحكي عن patient عادي نورمال بدون ما نبدأ نحط له أكسجين والنرجس. So لازم يكون أخذ الدليل. مريض لازم يكون أكل. مريض لازم يكون مرتاح مش مزعوج. لازم يكون عامل كل شيء يكون يريح بيه لانه هو اوريدي الاكسجين بضيق يعني انا بس حط ماسك ونحط هناك بتكتزر بيه يعني بتكتزر كثير يعني زي بعد اكل مرتاح حتويته يعني بتكتب شيء انه انت لو بتقعد تاخذ اكسجين بده يكون مرتاح لانه اذا كان ضيق اكل ومن اليونان بنفس الوقت جيعان ما راح يركز وراح يشتغل شلون. نفس الوقت انا البيشنت بدي انظف له مشرى المنفار. شو نعمل؟ انا حطيت له نت وهو منفاره مجبري وفي شيء في جاي من المنفار كمان منفار. شو بدي؟ كمان انا بدي اجرب امن اعمل له بقول له بدي انظف شوي منفاره امن فتحه يقدر يستوعب اذا خسر لدينا. اليونات بتتاخد عقليس البيشن يعني في اليوناتات تتاويد الكبار مش بس انه من اليونات تحاول تتكون بقلب المنفار مش بس بتكون مثلا صغير ما فيك تكبر العريض ولا ما فيك تكبر الرفيع شو بتوصل للاكسجين مثل الصوم نازل بس كل بيشن كسر قياس منفاره كمان اليونات بتنجب صفيعه او عريضه بالنسبه للصوم هنا الصوم هلا بتفكر عنا لانه عم بحكي لكم عن الصوم بتكون بقلب عريض كمان الحد حسب الاهتمام كل ماسك تبع الاكسجين كمان حدا حصل ليش مش معقوله انا اجيب ماسك كبير يغطي التم والمنخار لهالقد اللي بدي عمره ثلاث سنين يعني الاكسجين تبع الاكسجين في ماسك تبع البيبي تبع البيبي تبع الادل تبع الادل تبع الاول في كمان الماسكات في الحد الماسك ورد دايما إذا كان بنات تعرفوا حتى لو تعرفت تنشد من وراء ما نقرص على البيشن وشو خدته ونعمل له عقر ونشبحه إذا كان في عندكم ناس شوي حساسية نقدر نحط قطن تحت مجرى الدرس نسكر له على البنات بشدة اللي بيشن مش زي البلاستيك الأنبياء والبشرية شيء من نسبة كريم للماسك بيشوف غير ماسك ورا الراس كمان فيني شده بس ما فيهم شده لأنه هو أوريدي مغرق يعني مش مثل البنات بيشوف بلاستيك هو مغرق يعني ما فيهم شده بس كمان إذا بدهم شده للمريض أما وسخ فينا نوسخ أموره بالنسبة للصوم الصوم هي مثل نربيش مثل المنطاج نربيش صغير تقريبا هالقد طولة بس شو الهدف منها؟ الهدف منها إنه نفوتها من مطار المريض من فوقها تقريبا تغلي على قريب الفجر الهواء يعني اذا المريض بده يتحمل هواء اذا المريض عنده صعوبه المنخار مسكر
ولا ما في يعني المسرح بيتحمله، اليونان ما عم يتحملها، هي طريقة أسرع يوصل الأكسجين على الرئة، هي مثل شلل معمر بتجي ما بيشوف مثل ما بيشوف مثلا سبعة ونص بسون أكثر التليفون مش عم يكون أكثر التليفون ما بتكون الألوان معه بيجي بيجي بتفوت فوق الرئة من صغيرة مش كبيرة كثير وصغيرة بتفوت بقلب المخاط بتصير جوا الفيشن في عليها سفنجة حواليها سفنجة مدورة السفنجة هيك بنحشها بنحط شوي بالمخاط كرمال الصون ما بتظهرش ما بتنزرق بقلب المخاط يعني ما بتتلزق ما بتتلزق نفسها بيشتغل كثير وهي بتجي بقلب السفنجة لنصف لتحشر الصون بتعلق بقلب المخاط لأن هيدي ما فينا نلزقها ومش هزين لزقها بتجي هي موجة صغيرة بتتحط بقلب المخاط بتحشي أطراف الفراغ بتكون بين الصون والخص نزل ما هي الوحدة إيه؟ لأنه أنا بهمني سبعة سجارة عادية. وهي هيدي بتنحط إذا المريض ما بد يعني بدي يخلق وما بد تسكر المنخرة أنا قريت بتنحط ميلة وحدة تنريح المريض إذا هو ما مزعوج ما يأخذ الميلة هلا مراقبة الممرضة. المرضى شو بدها تراقب؟ أول شيء بما إن منطقة البيشن بحب الأكسجين واحد اثنين ثلاثة حتى البيشن بنفسر للبيشن إنه قبل ما تقدر تحكيها على الساعة أي ساعة كلها في بلاش فيها عملنا بلاش عالية من الوقت الشغلة الثانية بنفهم المريض نهائيا انه ممنوع الدخان لو صغريا بالغرف اللي هي بتصير بنفهمه كليا انه بتنبش انت والمستشفى فيها منبش من وراء الدخان لانه يعني في مدة او ايه يعني حرم نايمين او مسكين البيت وبنات تستر يكونوا هم ماسكين عم يدخنوا بنفهمه نهائيا اي نار اي افتاحة اي حماوي اي بيكي اي السيجارة شو ما كان مصدر نار ما يتقرب على الاكسجين بيحرقه ويعمل استوجن شغلة الثالثة نفهم الاهل المرضى كمان نخفف العشقة على البيشن والزهور كمان ما بتبقى بالبيشن اللي عنده مشكلة بالاكسجين كمان الزهور بتطلع لك بتعطي الزهور بالاكسجين بتاعت السي او 2 بتاعت الشغل فكمان الباكيت بنحط برا البيشنت بنحط بطريقه مرتاح فيها بس ما نحط اللايف عليك خلص نحط اللايف هلا البيشنت بنفتح فيديو موجود مع الباقيين اذا عم تسمعونا الاونلاين رح نفتح فيديو لانه بدنا نعمل هلا بروجكشن نعم نفتح هلا شو عندكم شو عندكم هلا بالنسبه للبنات والماسك بالنسبه لتكون مثل الصوت تبع الاكسجين تبعنا بس مريض بده يفتح راسه لورا هلا الصوت ما انا استفيد اذا حطيت كده دوايه مصطيه ممكن تحطي الدوايه على طرفها بس ما تحط عليها شكل على الطرف الصغير هيك بايدي مش الاويل اما مش الامريكان بس اكيد احنا بنقول المريض ليش بنطيل المخاط نرجع نكون سلوي سلوي ما توصل كده حتى توصل على يعني حتى ما توصل لتحت بتصير
ما بتتاخد ديركت من الساعه للبيشنت والا من ساعه الاكسجين بدها تكون موصوله لقطع علبه بلاستيك اسمها البربوتر. علبه بلاستيك بتحطوا فيها المي المقطره هي بتخفف، بتشوفوا شو عم بتخفف عند البيشنت. هيدي المي المقطره مي مقطره مش مي مالحه، لانه مي مالحه بدها تروح عند البيشنت بدها تحط نورمال سلاين، حطوا ستيرل ووتر من المستشفى. هالبربوترز بتنحط وبتنوصل بقلب الساعه مع الساعه والنرويش تشوف اللي نحن واصل من الاكسجين بده ينوصل على طرف اللي عندها من المخرج هي بتحطه بالفوتون بعد كونكتد. توصلوها وصل على البربوتر، البربوتر بتحطه بالكعبة بتشوف المي المقطرة ترجع توصل على ساعة الحمل. هيدي ما فينا نعمل كومبراتيكا بمعنى ساعة الحمل، اكيد مش نورمال، هذا بيور بيور هوسبيتال. سو انا بعلي الساعة لعيار حط واحد اثنين ثلاثة وبتصير بتستنفذ المي والاكسجين بينفذ عند المي. بقول له للمريض ما بتلعب بالساعه، ما بتنبه عليه، ما بتشيل الاكسجين ابدا ولا بتشيلها عن كلها نهائيا الا ما بتقل الجرس انا بشيلها تنشوف الاوردر تبع التحكيم. الشهر الثاني الشهر الثالث بدي اقعد التحكيم بطريقه المريض برضه بيشن بطريقه تكون. هلا شو براقب عن البيشن؟ شو براقب؟ انا حاطه الاكسجين، شو براقب؟ نبض اكسيمتر نبض 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 هواء على وشه بيعملوا من الشاق بيعملوا بس اول شيء انا بفتح شويه الاكسجين اذا المريض عم يتحكم. ما بنسى انه هذا الهواء عم يفوت عليه مسقعه ممكن عالم تنزعج. سو اكيد بياخذ له فايتال ساينز، بياخذ له نبض، بياخذ له مش الحراره بس فايتال ساينز بيكون نبض وهو انخفاض وهو اذا مزعوج مش عم بين اذا مزعوج نفس الوقت بدي اشوف اذا البيشنت متضايق واعي كونشنس إذا كان فانكشن ولا لا، إذا كان داعي أوبريتنج ولا لا، المهم بيفرجوا بيعملوا هي أول شيء، هي ناحية. ثاني ناحية أكيد بدي أنا راقب الأكسجين، الأكسجين قديش بده يكون بيكون 99، أنا عم بدي الأكسجين، إذا ما كانت 99 100% أنا شو عم بدي أكسجين، إذا مع أكسجين بده يكون أقل من 99 يعني انه هذا المريض اللي عنده مرض يعني مرض المرض الاكسجين لازم يكون سكرناه بالاكسجين، معناتها انه عنده صعوبه بعده متضايق عنده برونشيت واس عنده بنمونيا عنده التهاب بالرئه عنده التهاب بالنشر العصبي بالهواء هواء عنده الرئه بكياس الهواء بكياس اللي هي كياس الخلية اللي هي اخر طرف موجود بقلب الرئه، الرئه بتتاثر بتشعبط انه هي كياس هواء بتنقل الهواء اكسجين للهواء للدم. بس تذكر انه عنده حراره عنده التهاب الرئه هيدي معناتها ما في اكسجين لازم يكون الاكسجين السائل الثاني. شغله ثالثه انا بدي راقب البيشنت هو الزرع السبرم
اطراف اصابيعه بعد الزرق لان انا عملت اوكسجين اذا يكون اذا عنده سيانو اذا عنده براء اذا عنده انا راقب اصابيعه وزرقهم اذا في كمان اوكسجين سيري بدي راقب نفسه يعني ياخذ نفس بسرعه معناتها انه الاكسجين مش مريحهم مع بدي شو كمان اذا بدي اسمع في صفره على الرواية يعني اذا في انزعاج صفره الرواية إذا كان شيء عندكم إكزيما بالفول الموتور إذا كان الرواية هون في عنا خمس بين الرواية والواحد عنده صعوبة بالتنفس بتلاقوا إنه بدا الصبر يعمل شورى محل هون هالعظمة هو هون على الفول نشر عظمة بس عنا بالتنفس شعر انا بدي عن على النفس على النفس على النفس كان يوم منيح اذا كان عم تنفس سريع فإذا كان في حال عنده انتظار في الفوربيز عنده صفرة بقلب رواية هو عم يتنفس كلهم بيصبروا في حال حكام الأكسجين كيف ليش نقل التست الأكسجين؟ طبعا تفكروا عليهم أصلا هو محطوط هو أنت تحطي له أكسجين يعني ممكن يكون حاطة الأكسيميتر الأكسيميتر عاطيك إنه هالمريض ناقص ما هو الأكسيميتر ناقص الاكسجين اكيد بنعمل جهاز فحص وفحص للشريان بنشوف الاكسجين بس حطيت اول استقبال المريض قبل ما يبلشوا الفحص بحط الكليب بعد دوقه بنشوف اذا المريض على السريع بس بحط له اكسجين حلو تفصل المنظار مثل ما قلنا هلا بالاشياء بدنا نذكرها مثل العاده اكيد بتفوت عند البيشنت انا بدي اقول لك زي المشخص اذا عنده بنمونيا انه تمام له انا اكسجين بيكون عنده بنمونيا بيكون عنده كثير هيدا حراره بعد بيكون شيء فهيدا بينتقل باللهج ممكن يكون شيء فيران ممكن يكون شيء بكتيريان بس طبعا انا اكيد بفوت عند احنا حاله بالماسك بالكتوب وبقت تفوت انا عند البيشنت في بس من عنده ضرب الدورات الشريو شيل الكوب طحن الايدين قبل ما اظهر برجع بس اظهر الاغراض اللي انا استعملتها بالكوبال الاغراض اللي بدها تطير طلع على الاوتوكلاف والشريو بده يرجع يتطهر لانه انا وقفوا عند البيشنت ممكن يكون عنده حراره عنده كلور الشريو اذا لمست ولمست مريض ثاني اما شيء اما انا بايدي بتمي لانه خارج ما أنا قاعد حالي شيء بالتموني إذا كان عندي إيدي بالرواية بشبكية سو أنا كده بس هو بشلو أنا بشلو بحطه بحط الإشياء اللي بسكيري بسكيري بتكون فضيت أقل الإشياء اللي بسكيري بحطه بلاد بسكر عليها بحر الشلو الإشياء اللي بدأت كتير العريكول أي شيء معين بتحط على الكتلات وأنا الشلو بحطه للفضلسة بحضه بحطه ورجع تمنى في الغرض تحلق روح على الدونرز اي تعتشار اعطيته هيك ريسبيراسيون هيك بنقل كل شيء للهيد نيرز معلومات عن البيشنت بس نحطها لشو هلا رح ناخذ عبره على نازل كانولا رح نشيل الفيديو بس لأنه رح نركز على السلايدات سوري من الشباب الأونلاين من الصبايا الأونلاين
So, هلا الكانيولا تقريبا بتوزع، يعني بدنا نشوف هون البرسنتج، بس مش ضروري تحفظوهم هون تبعت البرسنتج اللي بنشتغل عليها. هيدي النظر الثاني اللي قلت لكم انا عنها، النظر الثاني اللي هي اللي كشف الالتحام. هلا هو اذا حطينا على الريت 1 احنا عملنا في كونسنتريشن ديليفرد كونسنتريشن على الريت 21 هيك او على 46 مللي، هون بنقول لهم خلي البالين ما حكينا انه خلي البالين يكون بيمشي يتحرك سوبر فيكس ماس بنعطي 40 مللي بصير نعلي، يعني بصير نعلي الفيكس ماس درجات الاكسجين 6 5 6 7 كنا بمراحل نقل اكسجين اكثر، يعني بنقدر نستغيث الاكسجين شوي. معلش يلا بس ثانية، رح خمس دقايق رح ناخذ بريك، خمس دقايق بس رح ناخذ بريك. لكن مثل ما قلنا الفيس ماس كمان انه بتصير على مرحله وهم هيك الفيس ماس برنامج الاكسجين اللي كبير بسبب الشغل الفيس ماس بيوصل اكثر بسرعه بيحمي الضغط اكثر. مشكلته انه بيقدر مثل ما قلت لكم بيقدر انه
تسبب الانكسيتي، ممكن المريض يكون مدمن ويكون مفعوش، يكون من هيك انا اتفقيني. تصوري انت حاطط شيء انا عم بشوفه بالنسبه لي عم بحط اوكسجين، بس انا بالنسبه لي شيء مقطع على وشي مفعوش. ف يعني تقديمة اول ما بلشنا ناخذ بحط نصيحتي من الكوفيد فيش انسان كان متضايق وما تقبل، هلا يمكن شوي اهون من بالنسبه للبيشنت تعود شوي، بس مش كل بيشنت بتقدر تتحملها. في انكسيتي في قلق، انا بدي اجرب اني اكون كونفورت بصير خايف قد ما فيني لاهي حتى لو تيجي جرب انه بطريقه اني لاهي للبيشنت. شوف تو تشيك ذا دكتور بريسكريبشن اهم شيء. ادجست ذا فلو. ريبورت to the senior staff. هون عم بيقولوا لنا الكانيولا انه فينا ننظفها، بس فينا عندنا قديمه كانت بتتنظف بتتحط هيدي، بس هلا صار في 1 يوزج بزجني، فقديما اكيد كان في شيء فينا كانت اشياء بتتحط لانه البيشنت، بس هلا صار في عندكم 1 يوزج بزجني في الماسك للبيشنت. ايه ايه ده اللي يستخدمها، ايه مريض واحد لانه هيدي يعني ما فيها شيء اكيد اذا امتلت بشكل عرق وزيق وريق، بس مريض واحد يستعملها لانه هيدي اشياء اكسترن. شوفوا the simple mask requires a minimum oxygen flow rate of 6 liters to prevent carbon dioxide buildup. نحن بنبلش ناخذ الماسك الكبير simple mask، لازم نحط الاكسجين على الاقل، بس نحن بدنا نحط كاميلا نوصل ل 4 5، بس نفوت على الماسك يعني كل ما كبرنا ضغط الاكسجين معناتها انه بدنا نعلي اكثر تنقدر ياخذ افكاسيتي، ياخذ مفعول عند البيشنت، لانه ما تنسوا انه الماسك واسع في تهرير كثير بيطلع من الماسك. Administration of medication. يعني هو هلا بدنا نبلش بالكورس administration of medication. انا مسؤوليتي مسؤوليه المرضى اكثر شيء عندي، يعني اي مرضى بالدواء اي زيرو زيرو صفر واحد يعني اما حتى بالاشياء التجميليه بتاكل بطل اما بتاكل سكر اما اي شيء حتى بالاشياء علاج الفيزيائي او اي اذا بيكون بنقول معالج فيزيائي ما بيعطيش في بروتين اما للبيشنت اما شو اذا امر من حكي اي غلط عند البيشنت انا بدوز اشتريت الميديكيشن انا خاصه مثل ما بقول في الفيديو. من هيك الادمنستريشن اوف ميديكيشن كثير عالم واسع ومهم وصعب كثير حساس. حتى انا عم بقبل ابني اذا بدي اخذ دواء بقبل ابني في شوي بلاي مش بكين دغري بنقعد انفكشن ميديكيشن، خاصة اذا بدي اشتري في سيدوموناس بعطيكم في سيدوموناس سيدوموناس اوريوس في اشياء بكتيريا بتكون موجوده بالمستشفيات، فإذا أعطيت أنا الغرض اللي هي رح نعيش كله كله يعني كله هذا معناته أنا عم بسويش طريق الاستريشن أي خاصة إذا كان المريض allergic على دواء أنا لازم أتأكد منه بالميديكال بارت إذا عنده allergic على شيء، لأنه ممكن يعني يصير عنده شوك.
كيف انا بدي اعطي الدواء. هيدا هودي اهم اهم هذا عم نذكر هلا اهم شيء عندكم بالشغل. يعني فوتوا الانجن تيوب طلعتوه ما بيأثر فوتوا ولا ترجع تشيلوا ولا تحطوا. اذا حطيتوا مين مثلا فرد قديش تشيلوا ترجع. واذا شفتوا قبل مثلا فرد اكيد مش قبل المعادله يعني ممكن تعادل تطهر بس انه سحبت دم ما ضبطت معك ترجع تشوفوا مره ثانيه. شفتوا التلفزيون عم بيفشل ما ضبطت معك تقول تشوفوا مره بس بتعطوا الدواء دغري الميديكيشن عن الفيشن بالوقت اللي دغري بيكون سريع بياخذوا جسمه هون اذا في غلط بالميديكيشن. اول شغله ريسبونسابيلتي هلا مش رح ادخلكم اياهم بدور رح احكي لكم اياهم انا دغري الدرس. اول شغله تابيو كمان انا الفيشن بدي اتاكد من اسمي ملف الحكيم تبع الدواء اللي مكتوب على التسجيل من إلنا الحكيم تبع الدواء اللي منقول على الملف شو اسمه بالضبط عندكم بلاستيرون عندكم نازوناكس عندكم حرف واحد حرف واحد ممكن تخرج عند مثلا سكين ان اس اللي هم لك تو اي دي لك هم لك اللي حط له لك بقلب المريض على راس بالدوائر فرق اذا كان كاسي قال هو كاسي قال حرف اعطيته دغري للمريض دغري عند الثالث اي بيعمل مثل الليش اللي بيسال هيدي عم بقول كاسي قال ما بتنحط حتى بالشباب ومش عارفه بالفرق كمان حاطين حق على جنب من بين الدغري لانه اذا عملت اي دغري تعمل القلب بتجو 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 بيعمل فرق بس مو يعني انا بدي اخذ البوزيشن اور اتاكد من حكيم بكي انا دكتور انا رجع بعدين لا طلع حكيم دكتور سليمان للحكم اتاكد من الدكتور اتاكد من رجع اتاكد من البيشنت انه اسم اتاكد من اسم الدواء في كلافورون في كلاريناز اذا بالكتيبتي مش واضحه ممكن نغلط الدواء للبيشنت بدي اتاكد من دوز انجرام زيرو انجرام زيرو زيرو انجرام الفيربول اما نقص الصفر ممكن تكتب اجي يعني اذا بلكن كتبت انا زيرو انجرام انت ما كتبت الصفر حتى يكون ما كتبت انجرام الصفر مش مفهوم كثير وخطي اعطيتي انجرام فقط الثاني اللي بتسمى فينش دوزاج ثالث شيء الروت يعني الطريقه اللي هتقدر الدم العضل العرق رابع شيء الوقت اللي بدي اعطي الدواء يعني قلت لك بدي هذا الدواء في مدينة في 12 دقيقه في 30 دقيقه تو بدي هذا الدواء بتعطيه 30 دقيقه اي دي دايركت اي دي يعني دغري 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 المهم بدي اتاكد انا من الدوز تبع الدواء يعني طبعا بيكون الدوز هو مش الدوز قديش بعطي البيبي انا الدوز تبع الدواء مثلا في عندي في الراسفين 500 ملي جرام عندي في الراسفين 1000 عندي في الاوكمونتين 600 عندي في الاوكمونتين 1 جرام عندي في البيبي في هذا 72 ديبيندز على الدوزاج تبع هو الكرتوني شو هي عليها الدوز تبع البيبي بعدين بدي اتاكد من الوقت يعني انا قال لي اعطي 8 ساعات انا ساعات من ساعه 12 بدي اكرر مضبوط هلا برجع كمان بدي اتاكد من اذا كانت الاي في عند البيشنت منيحه او المفروض عنده تعثر كل شيء إذا كانت بالآي بي، إذا كانت السير ماشي عنده لأنه بتعطي أنا بالآي بي. هيدا كلهم متأكد منهم. بعد الأمبول بشكل مطهر بأيد حلى الأمبول اسم البيشن الآي بي رقم الأوضة اسم الدكتور اسم المديتيشن
والروت، الروت يعني كيف بدي اعطيها البيشنت. يعني انا بدي اشوف عند البيشنت نهاد انه نعطيها دواء، بدي أيد انا على القدره حتى على ورقه في هذا الدواء بدي نعطى لمس نهاد بالروم 24 اي تي 2000 بدي اعطيها روسيفين اند راند اي في ساعه من الدكتور عويد. فإذا غلطة من الأغراض غلطت فيها أعمل دبل تشيك أب، يعني شيء واحدة تقراها لازم كلهم يكونوا طابقين على دوسيهم. بكون عند البيشنت أنا بفهمه وبقول له أنا عندك قدرية بسيطة تنحكي، برجع بذكر لكم البيشنت بس تفوتوا أنت لعنده على أنه ملاك الرحمة بيعتبروا حاله بيعتبروا حاله ومفيد مو عنده لأنه أنت أوريدي تزعل. فريدين بتكون طابقين شيء للبيشنت أنا مشهور سامحهم بالفور. بعمل تشيك اب على الابلكيشن قبل الابلكيشن وبحط في الجو انت عندك فايبر ايش. اورال ميديكيشن اورال ميديكيشن دواء بتسم، دواء مثل العادي الهدف انه اعطي دواء العلاج للبيشن، الهدف انه ما اعطي ابر ولا فعلا خفف الباشين انه تشوف ولا مطر مش ضروري يكون هو اكثر ايزير واي تو تيك ذا ميديسن وتامن صحته واعطي علاج واعطي تحسن يعني هدف من الدواء. هلا الميديكيشن كمان زي الشيء يعني بتعطي حبة أسبرين. طيب ناس عم بتقلل رجع الأسبرين يعني بتقول مثلا هي حبة أسبرين ناس بتمكن سو الميديكيشن بتعطيها بالحبوب اللي بتأكد إنه من الاسم من الدور من الساعة للحكيم للمدة والآي تي تبع البيشنت بدي أتأكد من الحبة اسمها دوس تبع الاكسبيري ديت الاكسبيري ديت وبدي أعيدهم كلهم على التليفون مع التليفون اللي بتكون فيها دواء أكيد بحط البيشنت بالشوب بكون عندي عندك الحبة خلي البيشنت خلي ياخذ الحبة بالدواء الثاني. إذا قال لي كذا أنا بعد شوي بتطلع يلا بدي أعمل كذا سيناتك أما برجع يا ما فيش بتحكي له وانا بلا ترى هلا بدهم بتفتح من الاطلاع بتصير انت ما بتنسى بتحكي له بكون هو خطري بينسى انت بدهم عجب بالنسبه لي انت عم تحكي له القلب ببلش بالضغط ببلش الضغط على معه وبكون كثير شفتين ما عطتني دواء نيرس ما عطتني دواء وهو بينكر بيقول له للحكيم انه انا أنواع العلاج بالإدوية أنواع العلاج بالإدوية الهدف مثل ما قلنا نحن بدنا نحسن صحة المريض أو إيه يعني نسكن ورجعه أو إيه نعطي علاج مزمن أو إيه نعطي علاج موازي مع علاج ثاني. فالهدف من العلاج بيكون عندنا أحداث كثير وهون مش بس أنا أعطي علاج أو إيه نسكن ورجعه أو إيه نعمل علاج أو إيه نعطي علاج موازي مع علاجين ما فيش مثلاً بتدخل فر لنوع أسيت فوليك مثلاً في شيء يكمل شيء هذا الهدف. هلا شو الأشياء اللي بدي أحضرها؟ مثل التاتو الكبير والورقة تبعي البيشن اللي في الفن حقه والبنزيعة اللي أنا نزلتها على الكبير اللي هو اسم المريض نوع الدواء دوز الدواء أي ساعة واسم يقول رقم الوضع وانا كنت متاكد بالورقه شارب شارب تبع البيشنت فيني احدد وانا متاكد من الميديكامنت وقلنا معي فيني تكون كاردات على الطريق عليك وكون معكم تبع البيشنت تعمل دبل تشيك على الكاردات هو ورقه اذا كان كاردات اذا كان ورقه اذا مش كمبيوتر ونفس الوقت على الدواء بيكون دبل.
فوت لعنده برجع بتاكد انه واعي مرتاح اكل اذا بتحبي برجع بفسر له شو هو هالدواء بدي افسر له شو هالدواء برجع بعطي دواء بدي انا سجل على الكارتكس الشارج اي شختين مريض اخذ دواء وباي الرابور تبعي البيشنت ساعه كذا كذا اخذ ساعه اثنين انجكشن اللي اوصل الاوردر ميديكيشن حبه الاسبرين انا بدي ايدي في شيء بدي شوفوا هون before cardex check the cardex before administration check the cardex before any administration cardex الدوسي الملف يعني cardex الدوسي للكلاسوريت In case of liquid medication, إذا في حال المريض ما بيقدر ياخذ الميديكيشن تكون حبة ما بيزلعها من حبة كبيرة أو بكيه بقسم ليها قسمين أو بدقة وبعمل له مثل ديليوشن بنضفت مي مي صحة ما بيأثر مش عندي المهند مي بصحة بكون فاش لكن حطوني بعطيها بنضفت مي بقسم ليها ويشبع ويرجع يشبع ورانا شي يكون حضرة أنا حبة كبيت المي لا يشبع أما كبيت جوز أما كبيت أي شيء حده لا من بعد ما يشبع للفاش بحب تعمل ممكن تبعها مرة هون أنا بحب المي زي الشبع نفس الوقت بحب الشيء من وراها يكون يكلوا من بعد ما نعطيها فرش إذا in case of narcotic انتبهوا دواء الفاليوم زناك الجاوتي هودي بس بدي بس ركز عليهم تشيلي أول شيء narcotic يكون المفتاح مع النفس سكرين على تروار النفس وقت بدي أعطي narcotic بدي أفتح تروار جرو بدي شيل الحبة وبدي أيد على الورقة اللي بقلب التروار بقلب هيدا الكلوز اللي بسكر بقلب المفتاح بقلب التروار الجنون تبعيت الممرضة اللي بيسلموا معهم من النفس بأيد اسم البيشن رقم الأوضة رقم الـ IV بالهوسبيتال الديت التايم شو الدواء شو إذا الأورال إذا كنت مثلا بتنبه مثلا في حال دوزان بيكون انجكشن أي في ما بمضي النيرس كله بيتأيد على الشعر ست شهور بنسكر بشارور بيتأثر لقلب هاي حبة الناركوتي أنا بخبره ضغطه للبيشن ونبضه لأنه مثل الزناكس وما بدي أمسيك ممكن لكل أعصاب ممكن نخبره ضغطه ممكن بعد ما بخبره ضغطه نبضه شوفه إن كل كل سيتويشن بتقرب معطيه أي شيء منومين فبرجع بأمن إنه المريض في العكمين بنلاقي دكتور بتفسر له هاي الدواء في المريض فبيخدع وبيشربع بس أهم شيء إنه بدي أقفل على التروار بدي أفتح التروار بالمفتاح برجع المفتاح وبعد خلص الشيف تبعي بدي أسلمه لزميلي تبعيتي بفتح الشارور بسلمه بقول له هيك هلا حولي فاليوم هلا بحط اثنين ثلاثة سلمها دروزال كونفول ثلاثة سلمها فاليوم انجكشن كونفول ثلاثة تحول الشفت 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 سلمها اليوم تأكل الجرح سلمها المفتاح علنا قدام حتى زميلتنا تفضلي انا سلمت جرح نارك اكيد ناخذ النبض
نبت وهذا ونبت. لا قبل ما تعطيها، لانه اذا كان بقاش تدخل في الناس حتى على المناولين ممكن يقشوا تدخل. هيك نسال الحكيم. رح نوقف لليوم جمعة الجاي اذا الله راد. رح نعطي بكره رح نعطي الميديكيشن تبعي النازو بس تشوف الميديكيشن بقلب نبش. Any questions till now؟ حدا عنده اي سؤال؟ حدا عنده اي سؤال؟ يلا لكنا بكره منكمل اذا الله رد.